انا احمد محمود عامل في هيئه النقل العام ونقابي، بس انا كمان لقيت ان النقابات اصبحت تنظر لمصالحها الخاصه، النقابات العامه والمستقله اصبحت تنظر الى مصالحها الشخصيه. النهارده جم يكرمونا في عيد العمال على ايه؟ على العامل اللي مش لاقي ياكل، على العامل اللي مش لاقي يتعالج، على العامل اللي مش لاقي يعلم ولاده. احنا برضو بنقول لسيادة الرئيس، الرئيس رئيس الجمهورية، بنقول له يا سيادة الرئيس انت ليه عملت الاحتفال في اكاديمية الشرطة والعمال قامت على الشرطة في 25 يناير؟ هل انت بتتحدى العمال وانت قاعد في اكاديمية الشرطة؟ العمال كده غضبانين منك يا سيادة الرئيس، لان انت هم تخيلوا ان انت بتحتمي في الشرطة وانت بتحتفل بعيد العمال. العمال دي خرجت في 25 يناير عشان العمال دي خرجت في 25 يناير في عيد الشرطة. يعني العمال ما بتحبش الشرطة يا سيادة الرئيس. احنا بنقول لماذا يا رئيس الجمهورية وانت وعدتنا ان تكون نصيرا للعمال وللفقراء، لماذا لم تتحدث مع العمال في عيدهم وكل الجالسين معك معظمهم رجال أعمال؟ يا رئيس الجمهورية، من لم يجرؤ على مواجهة شعب العمال فهو من الطغاة. يا رئيس الجمهورية، من لم يجرؤ على مواجهة شعب العمال فهو من الطغاة. يا رئيس الجمهورية، في عهدك المحكمة الإدارية العليا تحكي بأحالة الموظف العامل للمعاش إذا أضرب عن العمل. يا رئيس الجمهورية، في عهدك عدم تعيين أوائل الخريجين. يا رئيس الجمهورية، في عهدك تم تجريم الإضرابات. يا رئيس الجمهورية، صدر قانون الخدمة العامة لصالح رجال الأعمال. يا رئيس الجمهورية، هذه هي إنجازاتك ضد العمال والشعب العامل. لك الله يا مصر، لك الله يا مصر، ارتفعت العصافير وانخفض النسر.